من 5 ل 7 متاع العشية ستار تايم ومي ملعب. ألو ستار كريم، أهلا وسهلا. وميمة الجميلة السندريلا كما يقول الراب صديقي الراب ماك، يعني بنشط مبتدأ زميلي في الإذاعة راب ماك. السندريلا الجميلة، فرحان برشا لي أنا معاك اليوم، وأنا زيدة نتكلم عليك واللي كيف اللي معاك الكل يعيشك يا كريم. محليك اللي كيف ومحليكم ربي فضلك يا كريم، والمستمعين متاعنا الكل نسلم عليهم، واحنا زيدا نسلم عليك برشا برشا، فرحانين بيك اللي انت موجود معنا. الزميل الاعلامي، قداش تمثل لك هالكلمه يا كريم؟ تحس روحك اعلامي بالمجد؟ ليه كلمه اعلامي نحسها غريبه، حتى اعلامي جو صحافه وقرايه، فهمت؟ هيك المناسبه، هيك المناسبه فيها الانيماسيون والوحده، ان شاء الله بالتوفيق. الاعلامي نحسها ما تركبش معايا برشا، فهمت؟ بيسالش يا كريم، مو واحدة واحدة، قدرة ربي. انت اليوم السنة عملت موسم ناجح، فرحان بملا توينسا، نتصور اللي اثبت اليوم اللي انت قادر انك تنشط برنامج وحدك وتأثي وحدك. بيان سور، الحمد لله. هو ومايما التجربة مستاهلة والكل، الحمد لله الاختيار كان صعب، معنا احنا تجينا باش نعمل برنامج، حبيت نبعد على حسيت العباد فدت من الطاولة وكرينوكريت، حكيت المواضيع الكل ما شاء الله يفهموا في كل شيء، في الذرة، في المعيد، في البنان، في الحرب، في الكورونا، في كل شيء يفهموا كرينوكريت. حسيت وانا منهم كنت، معناها من كنت معناها زعما حسيت اللي سيلو مو عباد فدوا من الحديث، واحد يحبوا العاب وحاجات هكا والكل، واقرب ما تكون العائلات، فهمت؟ العائلات وجوههم هم مش محروقين، فنفس الوجوه لمده سنين كل جمعه يشدوا التونسي، عائلاتك كل جمعه تجي عائله ويلعبوا والكل يقعد ديما فما الفريشور. كي جينا تنفذوا ما تفلسفناش برشا، معناها حاجه سامبل، صحيت حاجه سامبل، وسام الفهري الحاجه الباهيه فيه، معناه يقول لك انا الفرنسي والامريكان ماهمش يلعبوا كي يختاروا كونسيبت، معناه كي يختاروا كونسيبت كيما ذا الفامي اونور معمول في فرنسا، وفاميلي فيود من الثمانينيات معمول في امريكا، ما ايكيب كامله باش حضروها في الكونسيبت، وجاتهم الفكره وجاهم كونسيبت اخر بدلوا فيه لين وصلوا للكونسيبت هذا، خدمه كبيره. عاد نشريوا حقوق البث معناها، ولا حقوق الدروا دوتور، ولا دروا دوتور ونخدمو خدمة للريسكيو بحاجة أخرى جديدة كومبليتمون، فكرتنا احنا وكونسيبت جديد وما تعرفش عليه شنياتي، فهمت؟ دونك اليوم انت اكتشفت اللي التونسي ضامر، التونسي توحش انه يتفرج على روحه ويتفرج على ضمار متاع العائلات التونسية، حاجة كونسيبت سهل وبسيط ولكن كان ناجح وعجب برشا التوانسة. خلينا تو نحكيه في الرسمي كريم، اليوم نتصور اللي كيف كيف برشا فنانين تعيش في وضع وبائي صعيب، احكي لي كيفاش تعيش فيه. والله العظيم انا وميم انا من العباد اللي نعشق الحياه، نحب الحياه، فهمت؟ سورتو في الصيف. قاعد نتصرف معاها، اش معناها؟ معناها ريت مانيش قاعد، معناها نمشي للبحر، اما نمشي للبحر فارغ نخرج، فهمت شنو هي؟ انا توك الهوا راي فار اكزومبل، من بدايه الكورونا الهوا راي، خاطر معناها دار امي وبابا لهنا، وحنا وانا ولد الهوا راي نتسمى، فهمت؟ بلاد بابا دستور وبلاد امي الهوا راي، فلاحة بحر، معناها ما فيهش برشا التجمعات، معناها ما تمشيش للبحر تلقى كل برشا باراسولات وبرشا عائلات، معناها تنجم من اللي تنجم تقعد جمعة معناها في بحر، ولا تمشي للبحر وتروح، معناها انت وعائلتك ولا انت ومع حد اخر ولا وحدك، فهمت؟ هذا هو. وكيف التوانسه الكل بالحق غمه غمه وحات وطار الغمه وميمة، نحسنا في وسط العالم الكل احنا المنعوتين، ما نعرفش كيفاه كيما نقولوا منعوتين من عند العالم الكل، وحدنا ما عملناش تلقيح، ما عملناش تلقيح، وعباره عليك انت، عباره انت طفل صغير عايش في عائله وترى في ولاد حومتك الصغار الكل عرفت ابوهم شاري لهم علوش عيد، وانت الوحيد اللي انت تحس بالنقص معناه. صحيت الحكومه والدوله احنا مش عاملين مزي، احنا مسؤوليتهم الشعب، احنا ولادهم، ما عندناش، ما كان جينا نعرف كيفاش ندبروه التلقيح باش ننقذوا والدينا وننقذوا عماتنا وخالاتنا، رانا تصرفنا احنا في ضمانتكم، احنا في ضمانتكم وانتم ما عملتونا شيء، خذلتونا، معناها احنا عباره فول صغير مينور، وانتم اللي تخدموا
البابا ولا واحد هو اللي يخدموا عندك مسؤول عليك مسؤول عليك يعطيك صح هم مسؤولين علينا وخذلونا بالحق خاطر هم ما نفهموش احنا في العلاقات والدبلوماسيات مع بين الدول والخارجية وكيفاش تعمل علاقة مع دولة أخرى باش تجيب الواحد واقتصاد وكيفاش تخلي حق التلقيع لهين في حاجة أخرى يا كريم لهين في حاجة أخرى بضايح والله بضايح تشوف معناها مش تتخيط وكيف موتور والله كثر ما يضحك أقسم بالله أبسيور ساعات تتفرج ما تصدقش كل على الفدل تحكي على اللي صاير في البرلمان والاعتداء بالعنف على عبير موسي هوني صحيت الكل معناها الكل كله في بعضهم خوي شنو هذاك شنو هذاك في بالك العبيد تلموه ما ركزوش ركزوا مع الحكايات هذيك ما ركزوش شنو القانون اللي كان باش يتمرد وتعاركوا عليه قانون قطر معناها هما بالطريقة هذيك يميعوا الحكاية انه تو حد لا يحكي على القوانين وحد العبيد يخبوا على العركة وعلى الضرب وعلى السياح آخر همهم السياسيين كريم اليوم التوينسا يشوفوا أن السياسيين اليوم ما همش مسؤولين اليوم ما همش قاعدين مهتمين بصحة التوينسا ناس شباب قاعد يموت آخرها البنية اللي في قصر سعيد شيء أسف في القلعة عفوا صحيح في رقبة شكونك يا معلم راك تدور على الفيسبوك تلقى روحك عبارة لطف عبارة دخلت الزلزلات راك انا لله وانا راجع وليت الرا تصوير بتاع حد نعرفه ونتفجع وهو تلقاه طاهر ولا خطب ولا صفور عليه في مخي مات نقرا في الكومنتات تلموه ديما انا لله وانا راجعون الله يرحمك كلها تعزي صح صحيح كلها ولا تتعزي في رقبة شكون نعرفه قضاء وقدر في رقبة شكون الطفل المزيان هذيك اللي ماتت في رقبة شكون المواطن الزوالي اللي تلقاه مسكين مات ولا الحرس اللي مات في الشارع والكلهم كلهم ما نفرقوش ما بيناتهم كلهم توانس وكلهم أولادنا في قروين اللي صار في العاصمة واليوم جندوبة تستغيث كريم وشفنا شفنا كيف كيف برشا قاعدين يتفاعلوا على جندوبة والله أسمع لازمنا ساعة برج ولي يزينا من عمرها ما صارت ثورة ولا تفضت ولا تنحت حكومات بالفيسبوك راه الفيسبوك يتحرك ومن بعد تبرد العبيد توا مش وقت مظاهرات مش وقت خروج ما نجمو تشجعوا العبيد كان يشدوا ديارهم ونشجعوا العبيد كان يبعدوا على الاختلاط ويلبسوا البافيت حتى لين يجي التلقيح اما لازم تكون عندنا ذاكره قويه لازم ما ننساوش شنو صار لنا في المحنه هذه اللي شادين الكريتي كيفاش فتحونا ويضحكوا علينا العالم الكل ما لازمش تعديلهم بالسهل لازم كي توفى الكورونا لازم الشعب يرجع بلاده بلاده تفك بالحق يحاسر على تونس تفكت البلاد مش نقعدوا نخزروا لهم كيما هكا احنا نخزروا لهم هما يعملوا شيء صاير هكا معناها واحنا ما نستاهلوش الشعب التونسي وبلادنا وتاريخنا ما نستاهلوش اللي صاير فينا لازمنا نعاودوا نفكوا بلادنا صحيح. مش كلام راهم توا زعما مرتاح ونسلم على العباد في التليفون ويقول قايل ليه يأجج ويشنحهم بعد هو يشد داره ليه الكلنا بالحق توا من الطبيب للبناي للقهواجي للفام دو ميناج للممثل للميزيسيان انتوما جماعه الاذاعه حد ما ينجم يختلف من زو لا يختلفوا اثنين انه بلادنا فكت وانه اللي شادين هذوما جماعه المجلس والحكومه ورئيس الدوله كلهم بمعناها خذلونا في جائحه كبيره لازم كي توفى الكورونا ان شاء الله قدرة ربي لازم نشوفوا حال تعاود تتمشكل الامور من الاول جديد والله نجم يكون لنا هذا درس كريم تعلمنا منه اليوم كما قلت انت كل شيء بيدنا احنا التوانسه اليوم لازمنا الاولويه ان نلتزموا نبعدوا على بعضنا نحافظوا على صحتنا على خاطر الكورونا مالوغوزمون ما ترحمش اليوم كريم قاعده نشوف في بعض الفنانين يسافروا لبرا باش ياخذوا التلقيح لو كان انت يجيك الاختيار انك تسافر وتمشي تعمل تلقيح تمشي والله انا نجم ما نمشيش بالذمه باش نخرج باش نلقح فهمتني مش نخرج بالذمه باش نلقح معناها والكل اما ما نوريش كان خرجت ولقحت ما نوريش فهمت شنو هي ما نهبطش تصاور معناها ضد انهم اللي يمشي ويصاور احنا منزلين علينا مواطنين في باش فيسبوك هي انا هاني تو نتعلم معك في اف ام ترى هاني ما حكيت حتى شيء خايب كومنتات تاع محسوب ودرا شنو هي احنا ديجا تفرقه كبيره بين العباد المعروف والفنانين والكل وبين الشعب سقطوا على الفيسبوك والوالد تريد انت تعبط له تصويره وهو يبدا امه كبيره وما مشيت لقحت ولا هو يحس بالنقمه ويجري وتعمل له وانت مشلقح في فرش في وهاني لقحت في فرنسا معناها ملينا فهمت انا راه اللي ما حتى كان صارت ولقحت ما نهبطش
ما نبتش احتراما لشعور الناس. عبارة انت فما عبيد ما لقحوش وذا يموت موش علوش باش تصوره ولا باش تصوره تحن في الويدمير. هذا مسألة حياة أو موت. وشني الفخرة تتبجوا بأن لقحنا البرة؟ فهمت؟ أنا واحد من الناس كان لقحت البرة. خليها بالسطرة. خليها بالسطرة. هاني لقحت وكهو علاش نهبط لهم على الفيسبوك راني أنا واصل ولقحت زي تونس. تقعد بلادنا معناها باللي يكون. احنا عندنا مشكلة مش مع البلاد، مع السلطة، مع الواحد، مش مع بلادنا معناها. أنا توكي نحكي مع إخواننا الجزائرية ولا مغاربة ولا واحد. كلبش عليك ما نحبش رانا مزمر علينا ونسخف وديما ليه جونا به احنا توانسة فما ظروف في فما شكون اللي تربحهم درسنية ما رانا ديما مرجلين ديما سفا باش نسلكوها فما ان شاء الله هذا اللي نتمنيه وان شاء الله عقمة وتنزيح فما حاجة اخرى وميمة احنا حياتنا الكل ريب درسنية احداث الباتاكلو وكذا يا درسكون تستغيث فلسطين هاي الأردن هاي الأخرين عندهم كورونا يا ربي احميهم موقفهم معنا حد احنا ده احنا حد ما هبط علينا ستاتيو احنا ما فما حتى ملك حتى يمكن شوية اخواننا الجزائرية حتى في الكومنتاريات والكل واللي بي هاي بارة شعب واحدة اما تلقاش تونس في المراتب الأولى في الكورونا وقاعدة تموت وكوارث وتستغيث تونس تستغيث ما لا تلقى مواطن ما عارفش انا منين فرنساوي ولا واحد مهبط ستاتيو يقول يامني على تونس مسكينة مشيتها مقاعدين يموت فور تونيزيا ما هم حاسبين احنا يزينا من التلحيس ببرجولية نعرفوا مسألة احنا مسألة عامة يعني كثير حاجة إرهابية بينصير عادي واحد يكتب خطر هذه حاجة إنسانية معني تحب تقولوا احنا وقت الشدة ما لقيناش وقت الشدة ما لقينا حد احنا مليئة. إيطاليا إيطاليا وقت اللي وصلت معناها في ظروف صعيبة وجائحة الكورونا كانت معناها عملت برشا وفيات وبعثني لهم نشاطي ميكانتاري ودرشنية وبعثين صحيت نبعثوا ما هو خاطر احنا رئيس دولة متين ما عملش نداء استغاثة لازم يستغيث البلدان الأخرى في حاشمين باش نقولوا رانا قاعدين يترى فما اللي لوم عليه يقول لك انت استغيث ليه احنا ما نهبطوش خشوماتنا ويزينا من الطلبة ما نهبطوش خشوماتنا بنتي احنا هبطنا بكلنا مش خشوماتنا ايش خشومات مش يجي مش يدور تقول لك اللي عرفته ماك تبدا قاعد في قهوة اللي يعطيك دبدوب يشعل بالضوء وبعد يرجع يقول لك خلصني كل يبدا يقف معناه يخدم انا يمشي يطلب مازالت عندنا احنا خرجونا تصوير ايماج يتعاركوا في المجلس والسبان والضرب مازالت عندنا ايماج احنا نطيحوا مازال عندنا خشم خشمت وتنقذ الاف الارواح يخصنا احنا يا بنتي متري تحت الماء انا خشم صحيح الاف الارواح يوجع القلب يعني دول كبيره استغاثت اخي بريطانيا طلع على رئيس الحكومه نتاعهم قال لهم الامر الموكل للرب سبحانه شو اسمه إيطاليا قدمت استغاثة كاملة وقالوا رانا بالرسمي وهبطوا ما هيش حشمة معناها صارت في الدول الكل أن نستغيثوا بالحق ملا بش نقعدوا هكا جيبوا كما اليوم هبطت أنا الستاتيو قلت معناها لازم ما نيش عارف يعني يا أخوي شنو اللي دخلوه بالتلقيح بالفلوس بليش ميتالش خلينا نلقحوا حتى بالفلوس والكل معناها فاهم قل لك واللي ما عندوش يا كريم أخوي. أنت تلقح عندك مثلاً. فلوس واللي ما عندوش بيه. سامحني انا تو انا معاه ليه سامح تو فور اكزامبل انت كي لعبات كي باش تمشي تلقح فور اكزامبل ما باش تنقص ولا باش تنقص الوباء باش ينقص خاطر فما برشا لقح خاطر في بالك انت تو من فوق ال 50 سنه يلقحوا 60 سنه في بالك اللي اشترهم ما يحبوش يمشيوا يلقحوا وفي بالك في بالك اللي انا وانت وفما تكسيس تو يسمع فينا في الراديو وفما مواطن فما ليتيديون فما الطفل هذيك نتاع الباك اللي توفيت وفما غير وفما غير ويلقح ويقول لك هي تنمشي نلقح تتخدي 80 70 50 ماكس الدوله مستنسين ماكم كنتوما فينا وتسرقوا فينا وعايشين معناها بالاداءات وزيت في الدخان وزيت الواحد انتم ما تمكتوا ما تمكتوا كملوا يا خويا ربحوا فينا مثال تحايلوا علينا في هالوباء وموا تنقص خاطر به اكيد باش تنقص اشتر الشعب باش يلقح واللي ما عندوش ما يعطيه هي انت كدوله تعطيه يلقح اللي ما عندوش عنده بطال واللي عنده شهاده اعاقه واللي ما عنده ظروفه خايبه تعطيه يلقح معناه ما كانش باه يا خويا هاي اللي ما عندوش كيفاش الكل هانا قاعدين نقعدوا هكا معناه شنو الحل الى متى الاخر قال لهم وزير الصحه قال لهم باش نغرقوا في التلقيح من بعد في جوا في جوا هاي مش نغرق ان شاء الله وفي جوا وفما شيء معك تحت المية انا مبقبق والله العظيم ورئيس الحكومة اللي قال اللي
ما يلقاش بلاصة في مستشفى عمومي يمشي المصحة الخاصة والدولة باش تتكفل به. يقول لي يحكي لي هذيك التكلفة كيما في حانوت كنت تقضي عرفت ديوتيك تقول له نعمل دورة ونرجع لك. والله العظيم عملوا العار كثر الهم يضحك يا كريم كريم. كل واحد من بلاصته لازم نخلي توفى هالكورونا كل واحد يحاول يحمي روحه ويحمي والديه. ذيك الأهم وذيك واجبكم أنتم على خطر فما برشا ناس تتبع فيكم احنا زيدا معاكم لازم نوعيوا الناس نقصوا من الاستهتار كلنا نغلطوا راه كلنا نستهتروا فنانين واعلاميين والنجم انا نغلط عني هنا كنت مريضه زاده بالكورونا دونك الله غالب عايشك لازم تو نداء هاني نقول فيه للواحد راه بالرسمي خاطر هي معناها سيكولوجيكمون الانسان كي تبدا حاجه بعيد عليه ما مرضش في مخه تقول لك ليه انا مسلكها ما تجينيش احنا نحسبوا كل شيء احنا توانسه نبداو نحسبوا فيها فهمتني حتى علاقتنا بالدين برشا يحسبوه يقول لك يا خويا انا ريتش فهمتني الحمد لله تجي في 60 سنه نضرب لها حجه نعمل حجه نكفر على ذنوبي ونكفر على ذنوبي ونفضها معناها حتى نهار اخر مع ربي سبحانه نحسبوا فهمت شنو هي يقول لك يبدا انا ريتش انا تو كورونا يقول لك انا بعيد عليا راهو نقول لهم ليه معناها لطف اي حتى اللي توفاه ولا اللي تعبوا ومرضوا ما كانش في بالهم باش يوصل يصير عليه هو ولا على امه ولا على ابوه ان شاء الله نوصلوا للمرحله هذيك انه راهي بالرسمي خايبه ولطف يا ربي نتاك اللي توفيه موتة خايبه معناها الله يرحمه ويصبر عائلتهم من با ينجم ابوه ولا ولده يبوسه من راسه ويقعد معاه من با ينجم يقول لهم وسي من با يقعد مع اولاده ويتدفن مسكين من غادي لغادي فهمتني لطف يا ربي ان شاء الله لا يوريها الحد خليه امين يا ربي يا خويا هو قضى وقدر ما في جماعه الصين يا خويا انا مش راسيزم راه يدعي بالصين مرفيت واحد عامل دراجون مطموط في بيت واحد تنين محشي يحشي في التنين بالروز يا خويا ما له وايف ويكل في الكتاب في جرة كروش وما لا اعلم كان جات من غادي انا من بعد وليت نشك تو كل مره هالسوليله قلت على مصنوع كل واحد يقول واحد يقول لك عملوه هما الفيروس باش ما نعرفش حاصيل والله اعلم المهم احنا قاعدين نعيشوا في وباء عالمي ان شاء الله يا ربي يلطف بينا. كريم انت تو يمكن عندك تو اكثر من 20 دقيقه وتحكي كمواطن حسيتك تونسي اكثر من فنان خليني نحكي على كريم الفنان فنان اليوم الفنانين متقلقين من الغاء العروض لكن انت كريم وبسام اخترتوا انكم السنه ما تقدموش عروض وهبط تدوينه قلت مش باش نعملوا حتى عرض مسرحي يصير في السنه وبسام في حتى مهرجان لا باجراءات صحيه لا بطاقه استيعاب محدده لهم يحسنون الله لا تجعلنا جره حياه الناس وحياتنا اهم الفلوس ويسامحونا المهرجانات اللي كلمونا الكل عكس اللي يطلبوا فيه الفنانين حبوا ترجع العروض وفما بعض الفنانين مش عاجبهم القرارات الاخرى والله نعذرهم هما وميمه معناها هو انا علاش قلت لك خاطر اولا برجولي ماهيش باش تتفضل كان زيد تحل كثير وجمهور احنا نعرفوا عاد النظام خاطر احنا كنت مع طاقه استيعاب وعرفت انا في الكورونا راه وانا وبسام وكان نبعث لك فيديوهات كل هذه في الكورونا من يدخلوا بال 10000 ولا 12000 ومواطن يدخل معناها لابافيت ويوحلوا واحنا كريت عروسات ومحنيه ساقيها في وسط الفين وتبدا عامله جو بلاش بافيت فهمتني البارح مهبطين عارف دراوي ما عارفها ماهيش باش تتنظم بالحق كان باش نعملوا دي سبيكتاكل وما فماش تلقيح ماهيش باش تتنظم معناها باش تدخل بعض ماهوش باش يحترموا البروتوكول الصحي معناها انا كل جمعه عامل اذا مرضى بالكورونا احنا باش تلقانا احنا نسلموا على العباد معناها باش نسلموا على العباد بالبافيت باش تعرض ماكش تعرض بالبافيت بلاش بافيت باش يطلع لك تكون سيرتين من بعد باش تعمل تصاور مع الناس فهمتني واحنا ماني سيستيم وكل ستار وكل جارد كورات ويعني عدوبي معناها احنا هنا بس ما كان نتطور مع العباد وهي كذا وشنا هي حوالك ويجي تعشى ودري شنو فاحنا باش نتضروا ابار سا ماهيش باش تتفضل تصور انت نمشيو المنطقة فار اكزومبل نمشيو المنطقه المعتمديه معينه يتلموا لك 2000 واحنا الحمد لله وين نمشيو تعبه بالكدا يتلموا لك 2000 فار اكزومبل ال 2000 هذوكم شوف قديش من واحد فيهم مريض بالكورونا قديش عدا من واحد وكل عداهم معناها هذيك من 2000 تلقى روحك تسببت هو قضاء قدر انا تسببت في 5 موتى ما تكثرت راس فهمتني تلقى روحك من 2000 جاوك في عرض هذا نحكي لك كلام طب ديما يقولوا تجمعات شنو يصير تلقى روحك تسببت دونك قلت الله لا تجعلنا جره قال لا تجعلنا جره وكها وماسه برجولي يعني تسبب تعرض في مسرح فارغ 50% و50 ونحسها وقت هو وقت حرب احنا في حرب ضد الكورونا
ماهوش ونعرف الثقافه عندها دور باش توعي العباد حتى بالضحكه، معناها ساعات ميساج تبعته بالضحك يوصل اكثر من كلام سياسيين والكل. اما نحسها رزينه ومش وقت والكل، اما نعذرهم الفنانين اللي تكلموا الكل خاطر عندهم الحق. انا مانيش مثلا انا تلقاني عندي شهريا نخدم مناشط جوستومون باش يقول لك انت كريم خاطرك ماديا مرتاح، هذاك علاش اخترت القرار هذا. كي قالت والله قلت صحيح، والله قاعد نتفرج انا صحابي جات فل قال لي يخزر اش قالت اخي، قلت له والله كلامها صحيح باللوجيك. انا كان ما جاتش عندي دخل من الحوار التونسي راني معناها نحب نخدم وقدمت عروض. اي صحيح خاطر راهم فنانين راهم والله العظيم راهم العباد يسمعوا يراوا تصويره نتاع فنان جيهم في مخهم راهم فلوس جيهم في مخهم ديريكت فلوس ومئات الملايين والله العظيم. راه ماناش في مصر ولا في الحمد لله ديما العبد يقول الحمد لله، اما راه مش بالطريقه هذيك. اكثر في الفنانين يموتوا في اخر وقت يموتوا تحت حيط وتلقاه فنان في الاخر يموت في سبيطار معناها بطريقة تلقاه مسكين ظروفه تعبة. راهو فنان تلقاه عنده القروضات وتلقاه عنده عائلة، فما ساعات تراهو فنان تلقاه معيش 10 عائلات راهم يقربوا له ويعطي لفلان ويعطي لفلان وما يكونش معناه مش فنان راهو ديما ما هو ماشي في بالهم كما الفنانين العرب ولا الفنانين العالميين ما يعرفوش اللي الفنانين التوانسة قاعدين يعني بون مش الكل مش الكل، فما اللي لاباس الحمد لله فما اللي يعيش في ظروف صعيبه. والله انا تغيظني روحي، انا ريت لطفي باش ناخذ في افلام راف الكومنتريات راف الكومنتريات معناها كبير كيما لطفي باش ناخذ قال لهم ما يجينيش النوم انا عندي مده وانا قدش ونازلين عليه باللي خل نفصلوه. المواطن العادي اللي متخبي وراء تليفون ويبدا متكي الحمد لله تحت ويبدا جايبها نبار يسب في فنانين زعما انتم اش عملتوا الفن شوف الطب وشوف الدراشنيه فهمتني. اكيد الطبيب عنده قيمته والمحامي عنده قيمته والمهندس عنده قيمته كيما الفنان عنده قيمته. انت كي تقعد يا مواطن يلي تسب خاطر فنانين قال شنيه ديما تجمعوا في الناس الكل فنانين هي ناقصه كان فن ليه عنده قيمه الفن. انت كي تشد كرهبتك بين تونس ونابل ولا ماشي الحمامات ما تبيش تحط دونتيست يغني لك في الراديو راك حاط فنان وعامل عليه جو شيخ. انت في رمضان قاعدين شقان فتر وتتفرجوا والكل راك فنانين ممثلين وفنانين وتقنيين هذوكم اللي تعبوا وعاملين لك مسلسل باش تقعد هكا مثلا وتتفرج فهمتني. كيما الدونتيست عنده بلاصته كيما الفنان انت كل حد عنده بلاصته. معرفه لبنتك في عرس ولا عندكم عرس وفرح ما باش تحط فنان تونسي ولا مصري ما باش تحط فنان وباش تسمع باش تسمع الغناء. الدول كيفاش احنا الفراعنه كيفاش عرفنا حضارتهم ولا المسرح الروماني ولا مسرح كارتاج ولا مسرح الجم بالفن بالثقافه والفن. مع شكون يبني فيهم؟ ما يبني فيه المهندس الفنان اللي هي واللي اللي يصور ستركتور نتاع الجامعه كيفاش يتبنى معناها. علاش ديما نظره للفن فما نظره دونيه كريم فما نظره دونيه نظره دونيه للفنانين نظره دونيه على اساس معناها وماخذينها يا خوي ما تجمعوش بالحق. راه انت واحد كيف سفيان الشعري لا يرحمه شوف من بس مزرعها على في وجه انسان هو في داره في بيته قاعد ومواطن زوالي في داره والانسان عنده مشكله ما يتشريش بفلوس الدنيا يقعد في داره يضحك هو واولاده يضحك على كمال السويتي ولا على بسام حمراوي ولا على سفيان الشعري لا يرحمه ولا واحد يعمل جو على اغاني لطفي بوشنيخ يتسلطن. راهم حاجات مهمه في الحياه بلاش فن هاي تنحي خاطر في العبيد ماخذين فكره على الفن هاي رقيص ولا زعما حتى ذاك فن حتى الرقص راهو فن راهو نحترمه بالحق نحترمه الفنانين شنو وين يتعدى واحد في اذاعه يهبط عليه من غير سبب تو انا مش مشكل انا بطبيعتي انا منطقي هكاك استنس بالي كريم لازمك يقول لك لازمك تقبل معناها نحسك العركه وساعات نلبس في الحديث ونستاهل في فنان كبير كيف روف بن عمر ولا لطفي بوشنيخ كان في دول اخرى راه عاملين له تمثال هذاك فهمتني. احنا تلقاه في الكومنتات هي انت يلي كبير من غير سبب كي يشوفوك لبرا يا كريم كي يشوفوك في الشارع يفرحوا بيك ولا لا بيان سور دونك ديما مو كيك في الدنيا يفرحوا بيك في الفيسبوك يفرغوا قلوبهم حياتي غير السبب معناها. والله واحد مثلا عمل ديكلاراسيون ماني عارف درك كيفاش عندك الحق معناها اكثر والله العظيم قاعدين نتحركوا والله العظيم غير واحد ما يحكيش معناها تلمينا وكذا وفما ديكا صاروا معناها والكل وفما تفصيل صوت نتاع ناس
وقليل من تلقاه، والله قليل من تلقاه. احنا تلقاه الفنانين نتاعنا شاف تليفون وتلقاه انا ولا هيري ولا لطفي العبدلي ولا فلان، وتلقانا نعملوا في الديوانه روحنا. قلت في بالك انت في الديمقراطيه نعيشوا، خيانا كي نهبط فيديو نسب المشيشي ونسب الحكومه، ما وزاره الثقافه هذيك عندها بدرق قديش من عرض باش تنحيهم لي انا في العام. صارت فلان لفلان صارت اخ كريمه؟ صارت لك هذي؟ بياسير تصير من غير ما تفيق بها راهو، فهمت ما هي ما تصير ما تفيقش بها، اما تاثر امينه فاهمه؟ مثلا تنجم تكون صايره من غير ما تفيق بها، ما يجيش يقول لك هكا وكما تحت حسمس صحيح. معناها انت تسب مثلا الداخليه ولا تحكي ولا والله احنا نسميه مع شعبنا ديما نحكي، واحنا هكا ترى معناها يبعثون على انستغرام فما كام تاع شكون مثلا مستحق كذا، فكانوا نهبطوا على الفيسبوك وعلى انستغرام. صحيح والله يعطيكم الصحه برشا فنانين قاعدين توصلوا في اصوات الناس. احنا قراب من بعد تلقى في باج فيسبوك مثلا ما يعرفوكش هما في الدنيا، هما كانوا يخالطوك ويقعد معاك في الدنيا والكل يعرف حياتك بسيطه كيف كيفهم عاديه بسيطه، ما يتقالوناش مثلا نعيشوا في هذيك ضريبه الشهره يا كريم. فما الباهي وفما الخايب وفما التعليق اللي تفرح وفما التعليق اللي تقلق، هذيك ضريبه الشهره لازمنا نتقبلوها. ان شاء الله ربي يرفع عنا الوباء وترجع الحياه عاديه ونرجع نشوف عروضك ليك انت والبسام والكل الفنانين وترجع الحياه كما كانت، نفرحوا والناس تمشي تتفرج. المهم توا خلينا نعديو هالفتره الصعيبه. قبل ما نختم معاك يا كريم، انا تنسنيسة صغرونة باش نسالك، فما موسم ثاني لي ملا توانسه؟ ثم وان شاء الله باش يكون خير وميمه، فهمت معناها اتفقنا بالحاجات اللي نسيت والحاجات اللي طيح الريتم، ان شاء الله ان شاء الله باش تكون خير. معناها ثم حاجات جديده باش تتصلح حاجات رجعت روحك، كونسيبت جدد، وثم معناها لازم حتى الضيوف باش يكونوا سبيسيال شويه، فهمتني؟ باش نمشيو في المنافسه، معناها ان شاء الله ان شاء الله باشين في حاجه باهيه ان شاء الله. وسامي الفهري كي خرج عطى رايه فيك كمنشط؟ عطى رايه فيك كمنشط؟ قال لك برافو كريم. والله سامي ملي تشد الاولى اللي قابلته ما تقابلناش، فهمتني؟ ما تقابلناش معناها خاطر وقت هو خرج وقعد شوي من بعد عاود تشد، فهمتني؟ اما بيان سور معناها في كونتاكت معاه بالتليفون والكل، اعطاني نصايح معينين بيان سور وكذا، اما جلوبال مو متهني عاجبه معناها الكونسيبت والكل، هو من قبل يعجبه الكونسيبت خدمه مع نزار الشعري كل. اي سي فغي يا حسن. معناها فرنسي يا خويا صارك الحلوف ما كان كرونيكير في برنامج وقد روحه ولا منشط اللي يقول لك منشط اللي يقول لك قد الدنيا. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، تستحق كل خير يا كريم. اللي كيف اللي معاك جنود الخفاء دوك ربي فضلك، وانت بارمي الناس اللي تقول على جنود الخفاء مش كيما تكون اللي علينا ما نحبش نزل شكون يسايبوا علينا يبدا وحدهم يخدموا ما يجدوش الجنود الخفاء ليك الحاجه في بلاصتها. الجنود الخفاء بلاش بيهم يصير تايه، حتى لي تكنيسيان المخرج بوغانجا سلم عليها، سلم عليها برشا امينه بوغانجا، هي بدك هي بدها تسلم عليك والله. انت تسمو اللي عنده بافيات محليه هذاك شكون؟ ما عرفتوش. كبير كبيره مع بوغانجا، انت عملت ستوري صورته. نور نور سلم علي برشا نور. اسمع على كريم يتبع برسم كل الله بالفيسبوك ما يهبط ليش هكا العناوين، عرفت؟ لا 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 معناش احنا الشيء ذا في ستارتاك اللي ذوكم، عرفت العناوين الكلام الغربي نقطتين اكره نور شيبه خذوكم تعبود لك يا ريت منهم كله بالله. اسمع حاجه هكا نعرف انت تحب تخدم على روحك ودري شنو، فهمتني؟ فما كليتيتر تعديهم فيهم في الليل يضحكوا برشا يا كريم. شنو توا يتفرغ في قلبك في يفهم هو بيدو ذاك كريم يزي يا كريم يا كريم وفيا بالك بالرسم اللي هبط فيهم في الليل هذه دي والله يا أمي ما انا خاطر نحبك برشا ديت معك ربي فضلك يزي كله ريف بالله بالحق وفي هبط في الليل هذاك سلموا عليهم برشا وتحيه كبيره لهم يزي زملائي ما تعمليش الدوانه معاهم لا مع فرحهم هذوكم تحيه لها فرح بن عمارة تحيه لها صديقتي فرح معناها مش صديقتي تقابلنا مره في كوشه اما قلت لها معناها قلت لها راهي محليك وانا فان بيك من الصغر بالحق تبدا تتفرج فيها محليها الضحكه وطريقه كريمه ورزينه تحيه ليها محليها فرح مش العناوين كلهم ماك العناوين برك راهم
ياسر ساعات يغدروك يضحكوا. رايك نحترموه سي كريم الغربي، شكرا ليك، ميرسي بوكو. ساعه قبل ما نختم معاك يا كريم، انا باش نخليك هكايا الميكرو ليك انت توجه رساله مود لافان للتوانسه اللي يسمعوا فينا. خليك المود لافان ليك انت، تفضل. والله التوانسه نحب نقول لهم رانا احنا نعيشوا في بريود من المتطور من 2010 ل 2011، جيل هذا خلطنا على عدينا حياتنا كوبر فو ومشاكل وما اما ديما نقولوا الحمد لله. بالحق نحب نقولوا المرأة كان باش نستمر باش نقعدوا نستمر في السلطه باش تعملوا في الحكومه باش تعمل، اكتبوا بالكشف انه ماهمش باش يعملوا شيء وانه ماهمش باش يجيبوا التلقيح، وان يا عباد رانا مع الناس السبيطارات باهيين ورانا كشعب تونسي رانا درا قديش من المعتمد درا قديش من الولايه عايشين تحت السر، ورانا البطاله ورانا الفقر العنكوش ورانا تمشي للسبيطار مع الناس اليات مع لنا حد سيء اللي حكمونا من الاول للتول كلهم على بعضهم فهمتني، هما وصلونا لهذا وزادوا على التجمع تاع توا معناها كملوا على مرمتنا. لازمنا نقفوا احنا البلاد، المانيا كسرت الحرب الشعب وقفت البلاد، مش نعملوا حمله نظافه شهر شهرين وتقص كما عملنا محليها وقت انتخابات كلنا وقت الهبة ذيك، خلي توفى الكورونا ولازمنا كل واحد من بلاصته وانت وميمه انا فلان ذاك التاكسي المواطن عادي كلهم لازم نعملوا ركم الامريكان دريم اللي ريت نعملوا، لازمنا هدف نعملوا حلمه. تركيا تطورت كي اردوغان شد رئيس بلديه في اسطنبول شد في النظافه، قال النظافه تهو في اسطنبول ونظف احنا ما همش يعملوا نقاش نستنى في كمين بلديه ولا في الدوله باش تقرر، لازم العقليه تتبدل حتى احنا التوانسه بكلنا زاد حتى احنا عقليتنا خويا نكرهوا الوسخ ونمسخوا، نكرهوا تقطيع التريش ونقطعوا الريش، نكرهوا العريه ونكحلوا، نكرهوا عايشين في تنفذات كبيره احنا التوانسه والعرب اون جينيرال عايشين في تنفذات، خلينا نتصالحوا مع رواحنا، لازم شكون يخرج يحكي بيسكوني خويا خلينا نتصالح، ديما النظريه تاع انا صحيح والعباد الاخرى غالطه ما عندها وين تهزني. تسمع كان المشاكل اي واحد تو تقرا الستاتيون نتاعه وتحسه ملاك نتاع رحمه وتحسه محليه، خاطر كل العباد الخايبين وينهم ماله في الفيسبوك كلهم محليهم في عالم اخر فهمت، كلنا نكرهوا الوسخ وكلنا نكرهوا التقطيع والتريش وكلنا اي تونسي تسال تقول له شنو مشكلتك يقول لك طيبه قلبي، كلنا طيبه قلبك كلنا قلوبنا طيبه وطيبه قلبي هي مشكلتك، خلينا نتصالحوا ونعملوا هدف للبلاد هذيا فهمت، كل واحد من بلاصته من بلاصته النصاب اللي ينسب ينظف بلاصته، نعرف انا نقول في كلام هكاك نحلم معناه وكل ان شاء الله يتحقق كريم، معليش ليه ان شاء الله كلنا غلطنا وكلنا لبزنا وكلنا في دومين حتى في دوميني في كلنا معناه وقت الوقت هاي يقولوا يبدي خلينا في الاعلام في درسنا خلينا ننظفوا كل ننظفوا ونبنيوا صفحه جديده هاي كبسه زي كبسه معناه ان شاء الله كبسنا معناه 15000 موت ومزيرو لطفي يزيدوا لطفي ان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء ونرجع نعيشوا لاباس. شكرا ليك كريم الغربي. ومساج الكل تونسي يقول له توسع الهم هذا الكل حاول تخسروا فيتي يضحك راهو النهار اللي تخسروا والله العظيم النهار اللي تخسروا راهو ما عاد تعيشوا في حياتك. اشبع من عائلتك بالك شيء. عبي ما عندكش حر مثلا عارف انا كورونا عبي حتى بانو ميه حط فيه ثلج وغطي راسك واعمل ضحكه يكون طرف بالليع وطرف في والله والله ساعات بحاجات بسيطة تنجم تعمل بهم جو مليش لازم بالكاوتش وقبالة الرافع متعة مش نرمال الحمد لله الحمد لله وكاو وبعد شوية على الفيسبوك والله العظيم هذا أقوى نداء نجم نعطيه راهو من اللي تقوم وانت تكون نكتي من غير ما تشعر كلام طب مش أنا راني ننظر راك من غير ما تشعر تلقى روحك مهموم بالله تصير لك توا تمشي لبلاصه باش تتفرهد ولا قاعد بينك وبين روحك ما عندك حتى مشكله تكون دراش بيني نحسه في غمه من قبل راح وانت خاطر تشارجيت بالاخبار السلبيه وبالحاجات الخايبه اللي موجوده اللي حلو علينا فهمتي تصور لك واحد قتل خاله كلب مدغور دراوين والاخر واحده مسكينه تلوج على قصصتها الضايعه والاخر مات والاخر في المجلس دراش ايش يعملوا فهمتني؟ بعد شوي على الفيسبوك معناها ادخل انت على الجوجل حط مناظر طبيعيه جميله سبحان الله امشي حوس في اليوتيوب والله العظيم عملتها انا مشيت دخلت ميكونوس مشيت حوست فيه قعدت نتفرج في البحر ونتفرج في الامبيونس وعشت شويه خمسة دقائق غاديك امشي تفرهد حل فيلم تفرج فيه نحن باش توفى الكورونا باش نخرجوا 70% من الشعب مدفر بالطبيعه بالطبيعه حاجه مش سهله علينا قاعدين نعيشوا في فتره صعيبه فترة صعيبة نحاول ونبعد واللي يجيب لك الهم وفلان
بس من وقت اللي جيت واحد يقول سولي أنا ما أقوى أخطر منهم الكل كيف ثاني بالله أنا أخوي من جيم توليلة ولا دينا كل دري نهار توليلة بالله مل ربي بقي الستر يا كريم وإن شاء الله يا ربي حوار عالمي اسمعني يعني لازمك تعطيني توا وعد تجيب حذية نهار آخر نحكي على أعمال جديدة على الحاجات تحب نجي أنت ما تحبش خليني ما نضحكش وليا في الميكرو خليني ساكت كريم إن شاء الله نشوفك على خير خويا وإن شاء الله ديما موفق شكرا لك يعيشك يا ربي يوفقك ولطف عليك ميرسي بوكو ديما متألقة ربي فضلك وأنت زيدة ميرسي كريم الغربي دونك كان هذا معنا الفنان كوميدي كريم الغربي نخرجوا فاصل صغير وراجعين في ستار تايم